الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة أنه مهم أن احنا نشوف الآخر بيتكلم إزاي، والآخر ده عبارة عن شخصيات عامة، دول أخرى، كيانات اقتصادية موجودة على مستوى العالم. أنا اخترت لحضراتكم دولة أذربيجان، والسبب أو العلة أنها مرت بظروف اقتصادية كانت صعبة للغاية، وكان النمو والازدهار حليفا له. ليه؟ أكيد العلم دور، ونحط هنا علامة استفهام. يمكن من مدة مش بعيدة كنت بتكلم مع حضراتكم عن أنه في مرور 20 سنة من العلاقات بين بلدنا وما بين أذربيجان. كنت بتكلم أن أذربيجان من الدول اللي عندها النفط ومشهورة به. طيب حجم التبادل بيننا وما بينهم شكله إيه؟ الميزان التجاري بيقول إيه؟ وهل هو في صف مصر ولا في صف أذربيجان؟ ويا ترى العلاقات الثنائية أو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية زادت بعد الثورة ولا قلت؟ طيب الناس دي بتفكر ازاي في مسألة العنصر البشري، الانسان نفسه، تعظيم الاستفادة منه، علاقتها بالدول الاخرى سياسيا وصلت لفين، واقتصاديا طلعت ولا نزلت؟ كمان عندها زي اقليم كارباخ عن مشكلة سياسية ما بين الاذربيجانيين وما بين الارمينيين، يا ترى العلاقات السياسية هنا وصلت لفين، وهل له تأثير على منطقة الشرق الاوسط ولا لا؟ سعادة السفير شاهين عبد اللطيف ضيفا عزيزا في صباح الخير. نورت فهم. صباح الخير، أهلا بحضرتك سعادة السفير. حقيقة محمد طرح تساؤلات كتيرة جدا، فعلا في حاجة إلى إجابة، ولكن بداية احنا عايزين نعرف عن أذربيجان ثقافيا، يعني ما هي أهم الملامح الثقافية لأذربيجان لنعرف المشاهد المصري عليها في بداية اللقاء؟ أولا صباح الخير. صباح النور فهم. صباح الخير كل مصريين. أنا أشكر لإتاحة هذه الفرصة لي عشان أتكلم عن أذربيجان. أنا أشكر قناة وأشكر أستاذ محمد، ومن وقت لآخر دائما يدعوني إلى قناة. هو طرح علي بصراحة أسئلة كثيرة، وأنا مستعد أجيب على هذه الأسئلة، بس طبعا أكيد هو يأخذ وقت طويل. نحن في الحقيقة مررنا مراحل صعبة جدا. بلد فيها من زمان ملي بثروات، بالموارد الطبيعية في الحقيقة، بس نحن فترة طويلة ما كناش نستفيد منها من أجل شعب أذربيجان. كنا تابع لإمبراطورية روسية، وبدأنا بترول من عام 1848، أول دولة بترولية في العالم. بفضل بترول صار حياة سياسية واقتصادية آخر قرن 19، أول جريدة 1875 زي الأهرام، أحزاب سياسية، ودخلنا في النهاية 1918 حصلنا على استقلالنا عن الإمبراطورية الروسية. أكيد هناك حياة ثقافية، أول أوبرا في الشرق 1908، أوبرا مجنون وليلى، قصة عربية بس ملحن وشاعر أذربيجاني وزير حجبيغ وألفها. يعني بحكم تواجدنا، يعني بحكم كوننا جزء من عالم الإسلامي والعربي، أكيد ترابط بيننا كان قوي. أذربيجان أول 1918 أعلن عن استقلالها، بس هي عاشت فقط سنتين تقريبا. بعدها دخل جيش السوفيتي، جيش الأحمر، احتل وضم أذربيجان إلى الاتحاد السوفيتي. أكيد نحن درسنا تاريخ تاني، أنا من جيل الفترة الشيوعية، كنا نعتبر موسكو عاصمتنا والاتحاد السوفيتي دولة عظمى. حتى فترة من حياتي بدأت من السفارة السوفيتية، شفت يعني هذا نظام سوفيتي كنا عايشين فيها. بس بالرغم ذلك حظنا أنه نحن يصادف أيام دي عيد ميلاد 90 سنة لزعيم الراحل، زعيم الراحل ورئيس السابق حيدر علييف. أنا أقول لو بالنسبة لنا علي، يعني حيدر علي صح. حتى في أيام الاتحاد السوفيتي والرجل كان يرأس أذربيجان من 1969 لغاية 82، 13 سنة، كنا بالرغم انه كنا نملك كل الثروات الطبيعيه، بلد كان متخلف يعني بين 15 جمهوريه اذربيجان، جمهوريات الاتحاد السوفيتي. خلال عده سنين كنا في مقدمه كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي بفضل الرجل دي، اصلا قوته، مهارته، قدرته، اصلا كان تخطيط مخطط، تخطيط مركزي، كنا نعطي كل شيء للاتحاد السوفيتي، ما كنا نقدر ناخذ منها مشاريع. هذا حل كل المشاكل. أذربيجان أصبح خلال عدة سنوات
ده أكثر متطورا في الإطار الاتحاد السوفيتي. طيب منظومة اشتراكية. أنا هقف عند النقطة دي وخلي حضرتك تفرد لنا فيها مساحة كبيرة، لأنه هو ده لب أو سبب حقيقي للقائنا بحضرتك. أنا اللي عايز المواطن المصري يعرفه أنه تجربة زي تجربة أذربيجان بين قوسين كده نحط جنبها أنها تجربة ناجحة قدرت أن هي تطلع أو يحصل فيها نمو اقتصادي برغم الصعوبات والتحديات اللي كانت موجودة سواء عند الحاكم أو سواء عند الشعب نفسه، تحديات اقتصادية واجتماعية، تحديات ليها علاقة بالمادية بالحالة الاجتماعية للمواطن الأذربيجاني. فأنا عايز الناس تفهم وتعرف إزاي النقلة حصل. هذا الرجل المحترم في الذكرى رقم 90 لميلاده حيدر عليف قدر يستغل الطاقات البشرية اللي موجودة والموارد اللي ربنا حباها ليكم وقدر ان هو يعمل النهضة الاقتصادية. ازاي يا فندم؟ دي نقطة. النقطة الثانية انه لما تكون علاقتكم بالدول الاخرى علاقة مش هقول متدنية بس هي علاقة ما هياش بقدر النمو والازدهار اللي انتوا كنتوا ترغبوه، ازاي قدرتوا سياسيا تقنعوا الدول اللي حواليكم بقدراتكم؟ ومنطقة الشرق الأوسط علاقتكم بيها وصلت لحد فين؟ ده سبب رئيسي أو مهم لازم نعرفه من حضرتك النهاردة. أكيد دور شخصيات في تاريخ الشعوب لا جدال فيها. في تاريخ فرنسا كان شارل ديغول، في طبعاً. جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا. أنا رأيي أنه لغاية ما يتكون نظام إدارة الدولة لازم شخصية تقود البلد. بعد ما يتكون نظام إدارة البلد فيها نظام تشريعي تنفيذي قضائي لازم واحد، يعني في تجربتنا وفي تجربة دول كثيرة حتى في أوروبا الشرقية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية نحن شفنا هذا وتأكدنا بها. كثير من دول أوروبا الشرقية كان شخص قوي كان يقود البلد زعيم، يعني حد ياخذ دور الزعيم. اكيد طلع هو كان امكانياته وقدراته فوق الدوله فوق المجتمع، كان يقدر يجر المجتمع ورائه. فبعد الشخصيه اكيد هو كان متربي في نظام شيوعي، كان بعدين تحول من 82 الى موسكو، كان في قياده الاتحاد السوفيتي، كان مرشح لزعامه الاتحاد السوفيتي بس بكون مسلم او شيء اكيد كان ممنوع. بعد ما انتخب غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي كان خصومة بينهم واستقال ورجع الى قريته في عندنا جمهورية صفوف الشعب يعني رحموا. بس هو شاب شافوا انه هو ده اكبر شخصية، ونحن دخلنا في مرحلة تفكك الاتحاد السوفيتي، فرضت علينا الحرب مع أرمينيا من ناحية، بعدين تدخلات خارجية ده بسبب إقليم كارباخ. كارباخ نحن دخلنا عشان في ذاك الوقت لانهيار الاتحاد السوفيتي حضرتك كانت دول كثيرة مهتمة في انهيار الاتحاد السوفيتي، هذا معروف، هذا دولة عظمى. طب من أين نقدر نحدم الاتحاد السوفيتي؟ شافوا أنه في بين بعض القوميات نزاعات تاريخية، وكان أصلا نزاع تاريخي بيننا أصلا لما يقولوا ما يسمى مذبحة أرمن من قبل أتراك أو من زبح ده سؤال كبير. هي الحرب اللي بتتعرض ليها الأقليات المسلمة أو التطهير العرقي اللي بتتعرض ليها الأقليات المسلمة يعني عموما في أوروبا أكيد. بس حضرتك أصلا هو عموما بشكل عام المنطقة كانت دائما مصالح دول كبيرة، يعني نكون منطقة قفقاس من ناحية روسيا من ناحية تركيا العثمانية وإيران، نحن دائما على أراضينا في قفقاز دائما كانت حروب بين ثلاثة دول، نحن كنا نتضرر دائما. ولذلك لازم نعمل موازنات، دائما كنا مضطرين نعمل موازنات بين هذه الدول. لذلك كنا من فترة من فترات نتبع دولة فلان وفي تركيب دولة ثانية، يعني تاريخيا أقول آخر مرة كنا في إمبراطورية روسيا. على العموم شخصية كان هيدر عليف كان في نخشوان، هذا حكم ذاتي، جمهورية حكم ذاتي، ذات حكم ذاتية. طب طلبوا كان مطلوب، طلبوا جاء في نخشوان أخذ حكم واستقال من حزب الشيوعي، يعني هو من شيوعيين ويعني من كبار اللي كان في زعامة الاتحاد السوفيتي. حتى بصراحة لما كان في الاتحاد السوفيتي ونفذ مشاريع سوفيتية ده ضخمة ما حدش يقدر ينفي، مثلا في كان مشروع كبير من مركز روسيا لغاية أقصى شرق حدود يابان والصين عشان مشكلة سياسية هناك دائما في فترة السبعينات كانت مزاعم الصين على الأراضي الاتحاد السوفيتي، وعمل سكة الحديدية وبنى في من خلال على عبور يعني
خط سكة الحديدية، يعني كثيرة، مئات وآلاف القرى ومدن. هذا شخص وكان يرأس، يعني بالنسبة له أذربيجان هو بلد صغير لحكم عليها بصراحة. على العموم هو بعد ما دخلنا في محاترات مشاجرات في على كنا على وشك الحرب أهلية داخلية في عشان من تدخل قوى أجنبية شمال جنوب عشان قوميات كثيرة يطلعوا ضد حكم، يعني هو وصل إلى هو الرئيس الحالي يا سعادة السفير السيد إلهام عليف هو نجل للزعيم الروحي عندكم حيدر عليف مش كده؟ انتخابات فندم ولا هو عشان ابنه قاعد على الكرسي؟ هو بصراحة عليف كان 10 سنين هو يحكم أذربيجان في فترة الاستقلال كويس. هو كان في نظام شيوعي أصبح أكبر ديمقراطي في الحقيقة، زي ما ذكرت في البداية قاد الشعب وراءه بس انتخاب. أنا هي دي نقطة انتخاب اتجاه أكيد اتجاه صحيح. نحن انضممنا إلى كثير من المؤسسات الأوروبية وهناك انتخابات عندنا ما تجري إلا بمراقبة 3-4 آلاف مراقبين أوروبيين، بصراحة بلد مستهدف يجي يراقبوا كل نقطة الاقتراع، مش فقط انتخابات عامة، كل نقطة الاقتراع. وأكيد هو في البداية نحن كنا كمان نشك بعض حيدر عليف كيف هو نجله، بعدين نجله كيف هو أصلا كان في السياسة، دخل في البداية لجنة الأولمبية وأذربيجان أول مرة في حياتنا أخذ 3 ميداليات ذهبية في سيدني، بعدين ارتفع، يعني الناس شافوا بصراحة تحركاته نشاطه السياسي اقتصادي بعدين صور. طيب يعني هل نستطيع ان احنا ننتقل زي ما بيقولوا تراك تاني او لمنطقة اخرى نتحدث فيها وهي تتعلق ايضا بكل اللي بيحصل في العالم دلوقتي؟ احنا بنشوف انه طبعا اذربيجان كدولة مسلمة في اوروبا بتتصدر المشهد كدول إسلامية يعني قليلة أو في أقليات مسلمة في أوروبا، دايما يشار إليهم بأصابع الاتهام عند أي حوادث إرهابية كمسلمين، المسلمين كلهم في العالم متهمين بهذا الاتهام. إزاي بيتم تحريك أو توجيه الخطاب الأذربيجاني الغربي مع الغرب مع الآخر؟ إزاي بتتحدثوا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا وما إلى ذلك؟ دقيقة فقط أقدم بعض مؤشرات اقتصادية، نحن وصلنا منين إلى أين؟ تمام. حضرتك بترجعنا الاقتصاد مرة أخرى. ميزانية كانت صفر، اليوم 25 مليار يعني خلال 10 سنين. احتياطات من عملة صعبة 50 مليار فقط في صندوق النفط. في احتياطات كبيرة في البنك المركزي، في احتياطات كبيرة للدولة ما عدا حوالي 40 مليار ما عدا صندوق النفط. مستوى الفقر كان قبل 8 سنين 49%، اليوم 6%، يعني نزلنا. بطالة تقريبا 5%. كم سنة من 49 إلى 6؟ خلال 8 سنين. 8 سنين في فترة إلهام عليف. بطالة 5%. تضخم واحد تقريبا 1%. الدين الخارجي هو يشكل 6-7% من ناتج المحل، هذا لا شيء. يعني ما عندنا دين، يعني ممكن نقول دين خارجي. ما شاء الله. استثمارات بصراحة تقريبا خلال 15 سنة تقريبا 100 مليار. 100 مليار فقط سنة 2012 22 مليار دولار كان تم توظيف الأموال في اقتصاد أذربيجان، ومنها 13 مليار استثمار داخلي. يعني الآن صار عندنا إمكانيات، نحن أصبحنا من بلد اللي نجلب، كنا نحاول نجلب استثمارات، تحولنا إلى بلد مستثمر في الخارج. عندنا استثمارات في تركيا، جورجيا، أوكرانيا، بيلاروس، وأوروبا الشرقية، ومقدونيا، ورومانيا، ومصر. نحن حاولنا بصراحة، كنا نحاول نستثمر ندخل في بعض المشاريع قبل الثورة، بعدين توقف. كان عندنا بيننا تجارة في مجال البترول، فترة من فترات توقفت، بعدين استعدنا هذا التعاون ونستمر في تعاون في هذا المجال.
نحن على أحبة استعداد بصراحة ندرس مشاريع الاقتصادية طلبنا. طب أنا كنت سألت حضرتك وسألت الناس في المقدمة مسألة بعد الثورة ولا قبل الثورة، النمو الاقتصادي ما بين مصر وما بين أذربيجان كان أكبر قبل الثورة ولا بعد؟ أكيد قبل الثورة كان أكبر، آخر سنة 2010 كان كبير. إن شاء الله نحن نستعيد لجنة المشتركة الاقتصادية المشتركة، أيوة، وإن شاء الله ننزل بعض المشاريع. حددنا وقت آخر السنة، هذه السنة ندرس إن شاء الله. مصر تقدم لنا مشاريع الاقتصادية، ندرس لماذا لا، نحن لدينا الإمكانيات بصراحة. أكيد في حذر ككل الدول بصراحة، نحن نحاول أن نخفف هذا الخوف. لو لما يتابعوا من تلفزيون، من قنوات التلفزيون، اكيد بعض الجهات ورجال الاعمال يخافوا، بس بلد مفتوحه سعادة السفير ما فيش خوف. أكيد الحمد لله. أكيد بس هي مساله ايه، احنا بنقول شراكه او علاقات متبادله، فهي بلدنا مفتوحه، حجم الاستثمارات صحيح الموجوده سواء اجنبي او عربي كبير، بس احنا بندور على تعظيم الاستفاده، وانه لو كانت المراكب كانت ماشيه نعيدها مره ثانيه. فهي فكره بس انه انتوا تقعدوا مع بعض، يعني حضراتكم كمسؤولين او حضرتك كممثل بلد، يعني انت الرئيس اذربيجان في مصر، فلما هتقعد مع الدكتور هشام قنديل او مع السادة الوزراء، ده معروف السفير هو رئيس الدولة في البلد الأخرى. فهي بس مسألة إيه، بنفتح بنعمل فلاشات كده للناس، إيه اللي ممكن يكون ما بين مصر وأذربيجان. مش عارف، عايز أنقل هاخد الكلمة من أميمة، مسألة التراك الآخر، إيران فيها انتخابات، حجم اهتمامكم بهذا الأمر ممكن يكون إيه؟ شو وضعك؟ أصلا سياستنا الخارجية بصراحة نحن منفتحين على العالم كلها، حتى كجزء من أوروبا حقيقة نحن دائما انضممنا لمؤسسات أوروبية، دائما نقول نحن ندخل في أوروبا مع ثقافتنا، مع ثرواتنا، مع تراثنا. يعني اهتمامنا بأوروبا نفس الدرجة اهتمام احتياطات كبيرة في البنك المركزي، في احتياطات كبيرة للدولة، ما عدا حوالي 40 مليار ما عدا صندوق النفط. مستوى الفقر كان قبل 8 سنين 49%، اليوم 6%، يعني نزلنا. بطالة تقريبا 5%. كم سنة من 49 إلى 6؟ خلال 8 سنين. 8 سنين في فترة إلهام عليه. بطالة 5%. تضخم واحد تقريبا 1%. الدين الخارجي هو يشكل 7% من ناتج المحل، هذا لا شيء، يعني ما عندنا دين، يعني ممكن نقول دين خارجي. ما شاء الله. استثمارات بصراحة تقريبا خلال 15 سنة تقريبا 100 مليار، 100 مليار فقط. سنة 2012 22 مليار دولار كان تم توظيف الأموال في اقتصاد أذربيجان، ومنها 13 مليار استثمار داخلي، يعني الآن صار عندنا إمكانيات. نحن أصبحنا من بلد اللي نجلب، كنا نحاول نجلب استثمارات، تحولنا إلى بلد المستثمر في الخارج. عندنا استثمارات في تركيا، جورجيا، أوكرانيا، بيلاروس، وأوروبا الشرقية، ومقدونيا، ورومانيا، ومصر. نحن حاولنا بصراحة، كنا نحاول نستثمر، ندخل في بعض المشاريع قبل الثورة، بعدين توقف. كان عندنا بيننا تجارة في مجال البترول، فترة من فترات توقفت، بعدين استعدنا هذا التعاون ونستمر في تعاون في هذا المجال. نحن على أحبة استعداد بصراحة، ندرس مشاريع الاقتصادية طلبنا. طب أنا كنت سألت حضرتك وسألت الناس في المقدمة مسألة بعد الثورة ولا قبل الثورة، النمو الاقتصادي ما بين مصر وما بين أذربيجان كان أكبر قبل الثورة ولا بعد؟ أكيد قبل الثورة كان أكبر، آخر سنة 2010 كان كبير. إن شاء الله نحن نستعيد لجنة المشتركة الاقتصادية المشتركة، أيوة، وإن شاء الله ننزل بعض المشاريع. حددنا وقت آخر السنة، هذه السنة ندرس إن شاء الله. مصر تقدم لنا مشاريع الاقتصادية، ندرس لماذا لا، نحن لدينا الإمكانيات بصراحة. أكيد في حذر ككل الدول بصراحة،
نحن نحاول أن نخفف هذا الخوف لما يتابعوا من تلفزيون من قنوات التلفزيون. أكيد بعض الجهات ورجال الأعمال يخافوا، بس بلد مفتوح سعادة السفير ما فيش خوف. أكيد الحمد لله. أكيد بس هي مسألة إيه، إحنا بنقول شراكة أو علاقات متبادلة، فهي بلدنا مفتوحة، حجم الاستثمارات صحيح. الموجودة سواء أجنبي أو عربي كبير، بس إحنا بندور على تعظيم الاستفادة، وإنه لو كانت المراكب كانت ماشية نعيدها مرة تانية. فهي فكرة بس إنه أنتوا تقعدوا مع بعض، يعني حضراتكم كمسؤولين أو حضرتك كممثل بلد، يعني أنت الرئيس أذربيجان في مصر، فلما هتقعد مع الدكتور هشام قنديل أو مع السادة الوزراء، ده معروف السفير هو رئيس الدولة في البلد الأخرى يعني. فهي بس مسألة بنفتح بنعمل فلاشات كده للناس ايه اللي ممكن يكون ما بين مصر وأذربيجان. مش عارف، عايز انقل هاخد الكلمة من أميمة، مسألة التراك الآخر، إيران فيها انتخابات، حجم اهتمامكم بهذا الأمر ممكن يكون ايه؟ شو بدك، أصلا سياستنا الخارجية بصراحة نحن منفتحين على العالم كلها، حتى كجزء من أوروبا حقيقة نحن دائما انضممنا لمؤسسات أوروبية، دائما نقول نحن ندخل في أوروبا مع ثقافتنا مع ثرواتنا مع تراثنا، يعني اهتمامنا بأوروبا نفس الدرجة اهتمام أوروبا بأذربيجان. لنا علاقة شراكة معهم، في هناك عقود عديدة كثيرة مع الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق موضوع إيران، أرجع إلى موضوع إيران، عموما أصل سياستنا هكذا، نحن نقيم علاقات متكافئة الحقوق، يعني لا نميز دولة على أخرى بصراحة. إيران لنا خصوصيات، علاقات خاصة مع إيران من خلال تواجدنا في نفس المنطقة، في أذربيجانيين كثيرين عايشين في إيران، ودائما علاقات كانت أكيد كأي دولة مع الجيران تحصل مشاكل بسيطة، بس هذه المشاكل نحن نستطيع أن نحلها، يعني لا توجد هناك مشكلة لا نستطيع أن نحلها. انتخابات إيران تأكيد نحن نتابع، يعني أي حد يتم انتخابه من قبل شعب إيراني ونحن نرحب به. طيب حضرتك لازلت ما لا تريد الإجابة على السؤال اللي سألته لحضرتك اللي هو يتعلق بخطابكم مع الغرب، يعني خطاب الأذربيجان كهوية إسلامية مع الغرب في إطار ما يحدث في العالم من إرهاب وما إلى ذلك. حضرتك نحن نفتخر بأننا مسلمين، ونحن دولة إسلامية في جنوب شرق أوروبا، كل المنتديات في أعلى مستويات، يعني على مستوى الرئيس ووزير خارجية، ونحن في نحن دائما نقول نحن لا نقبل ارتباط وربط إسلام بالإرهاب. أكيد. إرهاب هذا يشمل شيء عالمي، لا دين له صحيح. من ناحية تانية لذلك ربط الإسلام بإرهاب هذا غير مقبول. أذربيجان مثلا بلد ما شاء الله في أمن في استقرار، كان مررنا فترة مرحلة صعبة جدا وفوضى وفلان فلان، يعني ثلاث مرات لغاية ما جاء وصل إلى حكم عليف هيدر عليف، كان ثلاث مرات تغير الحكم أو شيء، عملنا ثورات وثورات، طيب كم مرة نعمل ثورة، يعني لغاية ما استقر البلد. يعني نحن جزء من أوروبا، من مجتمع الدولي، في محادثاتنا أو شيء دائما نتكلم عن هذا الموضوع غير مقبول، بس عشان تتكلم هذا لازم تقدم المنظر أو مظهر نموذجي جيد. أكيد. الغرب عشان يتأكدوا أنه صحيح لا، إسلام ليس له علاقة بإرهاب. شكرا جزيلا سعادة السفير شاهين عبد اللئيف، وانا عارف انه العيد القومي بتاع حضراتكم يمكن يوم 28 اللي جاي، مليون مبروك، وهنتابع معاك كده الخطوات اول باول. نورت وشرفت. شكرا جزيلا لاهتمامكم.